من ما حكم الصلاة خلف إمام عندما ينهض من الركوع يقول سمع الله فقط؟ ربما أنكم ما تسمعون بقية كلامه، ربما أنه يقول لمن حمده يخفض بها صوته، تأكدوا منه. إن كان يقتصر على سمع الله فهذا لا يجزي، لأن سمع الله لمن حمده هذا واجب من واجبات الصلاة، لا بد أن يقولها كاملة. نبهوه على هذا. نعم.